السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان ديالنا، تحية لجميع المتتبعين ديالنا داخل الوطن وخارج الوطن إن شاء الله. إخوان ديالنا، كيف ما قريتوا معنا في العنوان، كيفاش غادي نعرفوا الفرق بين الذكر والأنثى لطائر الكناري وهو في البيضة؟ يعني غادي نعرفوا العدد ديال الذكور اللي غادي يكونوا عندنا من الأعشاش ديالهم، يعني بلي كيتفقس من البيضة كنعرفوا أننا شنو غيكون عندنا، واش ذكورة واش نتاوي. الاخوان ديالنا، قبل ما ندخلوا ان شاء الله للمحتوى ونوريكم التفاصيل ان شاء الله بالتدقيق وبتجربه اللي دوزها مع الكنار ان شاء الله، الاخوان ديالنا كنتمنى منكم الاخوان دعمونا على القناه ان شاء الله، لايك الاخوان، لايك الفيديو ان شاء الله، وكذلك الاخوان ضغطوا على زر الاشتراك، وكذلك الاخوان زر الجرس باش كتوصلوا باي محتوى جديد ان شاء الله. هذا الموضوع هذا كيخص اصحاب طيور الكناري وانواع اخرى تقريبا، بحال الكنار الريسيسيف، بحال الكنار مثلا الراسيستا، بحال الكنار تيمبرادو كما كنقولوا، انواع ديال الكنار كامله كتطبق عليها هاد النتيجه اللي تشوفوا ان شاء الله. كيفاش نعرفوا الذكر من الانثى، يعني الفرق بين الذكر من الانثى وهو داخل البيضه، يعني كنعرفوا البيضه كيفاش، يعني الفرق ديالها ما بين الذكر والانثى وهي داخل البيضه ان شاء الله. هذا ان شاء الله هو الموضوع ديالنا ان شاء الله اللي غادي يكون، يعني بزاف ديال الناس كانوا كيتسناو، بزاف ديال الناس كانوا باغيين يعرفوا، والاصدقاء ديالنا جاونا ميساج ان شاء الله على الانستغرام كما كتشوفوا الانستغرام ان شاء الله عندنا في الوصف. اللي بغى اي معلومه، بغى النمره، رقم الهاتف ولا النمره التليفون، يدخل عندنا الوصف ان شاء الله. اليوم غادي ندرج معكم ان شاء الله، المهم بغيتوا الدارجه احنا معكم في الدارجه. صيفطوا لي بزاف الاخوان قال لي لا العربي، هي العربيه لا، العربيه لا، كتجينا ثقيله كتجينا هذه، ولكن حنا ماشي مشكل، غنعملوا خاطر المتتبعين ديالنا ان شاء الله وما يكون على الخير من هنا لقدام. يلا جو ديالنا، كيف ما قلنا لكم ان شاء الله اننا غادي نفرقوا لكم بين الذكر والانثى داخل البيضه ان شاء الله، باش ما نطولوش عليكم ان شاء الله. الاخوان ديالنا عاده كيف ما كنشوفوا ان الكنار يعني كي حط لينا البيض، بلي كيحط لينا البيضه الاخوان، كاين عدد ديال انواع دي، يعني عدد التشكيله ديال البيض، كنلقاو حتى شي بيضه ما كتشبه الاخرى، وكاين شي جوج كيتشابهوا لبعضياتهم اخرين غرابين. شحال واحد ما كيلاحظش هذه القضيه هذه، كيقول لك لا فقط هذاك الشيء يعني مساله عاديه وصافي، مساله ديال الكالسيوم ولا مساله ديال شي حاجه بحال هكا، يعني هذه هي الفكره ديالو. لا، هذوك النقط الاخوان اللي كنشوفوهم على البيض ديال الطائر الكناري، هذوك النقط عندها تعبير، عندها تعبير الاخوان على الجنس. هذا هو اللي غادي نفصل لكم ان شاء الله. اول حاجه غادي نبدا لكم الاخوان بالبيضه اللي كتكون عليها نقط كثيره كما كتشوفوا معنا في المثال، بعد لكم شويه كيف ما كتشوفوا معنا في المثال الاخوان، ان البيضه ديال الكنار اللي كيكون فيها الذكر، لاحظوا الشكل ديالها كيفاش كيكون، عفوا يعني اللون ديالها كيفاش كيكون، انها كيكون مغلب عليها نقط من اللون البني وتميل الى الاسود، اللي كتكون شويه كتشبه اللون الاكحل ولا الاسود ولا البني يعني الغامق ان شاء الله. هذا بلي كتكون كثيره، بلي كتكون كثيره، هذه كتكون البيضه فيها الذكر، يعني غادي هذا هو الفرق ديالها، كتكون كثيره فيها الذكر، يعني بلي كيكونوا البيض كامل مجموع. وكنشوف كنشوفوا يعني الفرق بيناتهم، كتلقى مثلا ثلاثه ولا اربعه ولا جوج ولا خمسه ولا سته، كتشوف غتقول لي لا غادي نلقى مثلا العش تقريبا كامل فيه البيض منقط بزاف، يعني المستوى منقط كامل، داك البيض كامل منقط بزاف، واش زعما كامل ذكوره؟ اييه كامل ذكوره، كاين عشاش كيعطيو كاملين تاوي، كاين عشاش كيعطيو كاملين ذكوره، وباقي غادي نفصل لكم شي حوايج. لذلك الاخوان ديالنا تبعوا معنا الفيديو ان شاء الله، كملوا معنا الفيديو حتى الاخر باش تفهموا كلشي، حيت كاين شي حوايج باش غادي تفهموهم، باش غادي تعرفوا المغزى من هاد المعلومه ان شاء الله. المهم الاخوان ديالنا كيف ما قلت لكم، البيضه اللي منقطه بزاف هي اللي كيكون فيها الذكر، واخا تقول لي شنو هي الدرجه ديال التنقيط ولا هذه، لا غادي تلقى البيضه منقطه بزاف كما كتشوفوا معنا، منقطه بزاف يعني النقاط ديالها فوق العاده، يعني كنلقاهم ماشي عاديين، هذيك النقاط ماشي عاديين، هذيك
كتكون ذكر. واخا غادي ندوزو الانثى. الانثى ان شاء الله كيف ما كتشوفوا معانا البيضه ديال اللي كيكون داخل ديالها الانثى يعني جنس الانثى ان شاء الله كتكونش منقطه بزاف، وبعض المرات يعني كيكونوا فيها جوج انواع جوج تشكيلات كيكونوا، يا منقطه يا ما منقطاش. انا غادي ندير لكم الوصف ديال الثانيه ما منقطاش. المهم دابا هذه هي الاولى اللي منقطه، يعني اللي منقطه ما كتكونش منقطه بزاف، كيكون درجة النقاطي ديالها ضعاف شبه منعدم من بعض المرات، وهذه كتكون علامة ديال الأنثى، يعني كتكون البيضة داخل الأنثى. أنا غادي نوريك، غادي تقول لي لا بلي غادي تفقصوا، يتفقص البيض باش غادي نعرف فينا هو فينا هي البيضة اللي فيها الذكر، فينا هي البيضة اللي فيها النتوة. أنا غادي نوريك شنو غادي دير والحل اللي غادي دير باش تفقصوا الفراخ من صغرهم تعرف فين هو الذكر فين فين هي النتوة إن شاء الله. المهم وكاين كذلك البيضة أخرى كيف ما كتشوفوا معنا، كاين بيضة أخرى اللي كتكون بعض المرات منعدم منها النقط، هذه حتى هي أنثى 100% كتكون أنثى. إخوان ديالنا غادي تقول لي كما قلنا لكم غادي تبغيو تعرفوا بأن الفراخ يعني هو ها حنا دابا جينا طلبنا على العش لقينا فيه البيض وعرفنا عندنا ثلاثة ذكورة وعرفنا عندنا جوج نتا ولا ثلاثة نتا، ولكن هاد الفراخ هادو بلي غادي يفقصوا من البيض وغادي يكونوا عندك في العش هزك الماء ما غاديش تعرف تذكر من نتوى حتى يضربوه تقريبا واحد 6 شهور ولا 7 شهور عاد تقلع فين هو الذكر فين هو النتوى ان شاء الله. ولكن هنا غادي دير انت واحد اللعبه اللي صغيره صغيره بزاف، غادي تاخذ واحد الفتخ ولا كريوكا ولا قلم ولا ستيلو، المهم شي حاجه بحال هكذا، وغادي تاخذ عدد الخواتم اللي غادي تقوم انت يعني باش غادي تباقي تباقي الطيور ديالك، بلا غادي تجي تباقي الطيور ديالك غادي غادي تشبر واحد الورقه وغادي تكتب عليها وغادي تشبر ديك البيضه وغادي تكتب عليها الرقم ديال الخاتم اللي انت شاك فيه ذكر، مثلا الخاتم 43 غادي نكتب على 43 في البيضه وغادي نكتب في واحد الورقه بان 43 ذكر، باش البيضه اللي غادي تفقص ديال الفرخ هي اللي غادي تباقيها ب 43 باش هي ديما عندك هو الذكر، يعني معروف الانثى مثلا 45 عاد تكون البيضه فيها 45 بلي غادي تفقص غادي يفقص الفرخ غادي تقابلو غادي تضرب ليه داك الخاتم ديال 45 وعندك مقيد في الورقه، بلي كتسالي الانتاج ديالك ديال العام كتجبد داك الكناش ولا داك الورقه كتشوف شنو عندك فيهم هاد الذكوره فين هو النتاوي كتمشي لهم ديريك طق 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 كتجبد النتاوي مع راسك وكتجبد الذكوره وكتعرف شنو كاين. الاخوان ديالنا كنتمنى ان المحتوى اليوم كنا لاعجابكم تكون استفدتوا معنا اليوم الفرق ديال الذكر والانثى داخل البيضه اللي هي صعيبه شويه وحاولنا بسطناها لكم، وحتى حاجه الحمد لله ما صعيبه، العلم غادي كيتطور بواحد السرعه كبيره والولاعة غادي كتطور، وان شاء الله بالتوفيق للجميع. كان معكم اخوكم مصعب. الاخوان ديالنا قبل ما تخرج من هذا المحتوى الى عجبك المحتوى خلي لنا شي لايك تما وبارطاج مع الاصدقاء ديالك وضغط على زر الجرس باش اي محتوى نحطو جديد يطلع شحال من واحد معايا على القناه متبع ديالنا في القناه ان شاء الله، وكيجي عندي الواتساب كيقول لي كذا كيزوني على شي حوايج اللي انا تكلمت عليهم في القناه، لان الا كنتي ضغط على زر الجرس وكنتي متبع الفيديوهات ما غاديش تحتاج تسولني، غادي تدخل غادي دغيا الفيديوهات يطلعوا لك، غادي تعمل العنوان غادي يطلعوا لك الفيديوهات وديما الجديد غادي يطلع لك. بعمرت كنتكلم على الفيديو اليوم غدا كيسولني وكنقول له الفيديو راه تحط كيكونش ضغط على زر الجرس، ديك زر الجرس راه مهم اخوتي مهم 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 بزاف. وتحيه للاخوان وشكرا ما نطولوش عليكم، تهلاو فراسكم.